السلام على جماهير الثورة البحرانية المطالبة بإسقاط قبيلة الغزاة الخليفيين المجرمين. فجر 14 فبراير جديدا لبيناه لنرسم حروف صموده وتضحيته، ونشعل وحجه بريقا وعطاء لا ينفذ كما كان وعينا قبل 3 سنين. ها نحن بوعي أكبر وببأس أشد وعزيمة لا تقهر، نشعل شعلة وقادة ونظل نرويها كفاحا ودما حتى زوال النظام الخليفي وفجر النصر المبارك. تمكنت منا العزيمة ذاك الفجر، فخرجنا بنهضة أمة وسقوط فرعون، ونخرج اليوم بمقاومتنا المدنية ونتوج 3 سنين من التضحية وخضاب الدماء القانية على درب النصر الإلهي. فخذ يا رب حتى ترضى. هذا يومكم الأول في سنتكم الجديدة، فكر وعمل ورؤية. كان أستاذنا المغيب عبد الوهاب حسين قد كتبه بثباته، وكتبتموه بصمودكم في الميادين. وهي سنة كفاح ومقاومة وعطاء وبذل، وأنتم يا أهل النويدرات كما كنتم ستظلون أهلها وحماة فكرها وراية التقدم بخطواتها وفجرها الدائم متى كان الظلام يحاول بعث سوادي في نور الثورة. إن الخلاص من هذا النظام الخليفي القبلي المجرم الذي يدمر هذا الوطن هو الخيار الأجدى والأجدر بحق هذا الشعب، وليس مكتوبا لهذه الجزيرة أن تكون جزيرة عبودية تحت وطأة المحتل الخليفي، بل هي أرض طاهرة بولاية آل محمد الأطهار عليهم السلام، ولذا هي أول التغيير، وأنتم من ستخطون الخاتمة التغيير في جزيرة البحرين. تحية لكم يا وهج الثورة، وتحية لرمزكم المغيب الأستاذ المجاهد عبد الوهاب حسين، فأنتم مؤتمنه وأمله وكل ثقته، فلا تعب ولا وهن، وكلنا ماضون حتى إسقاط النظام. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا، وكل تحايا الصمود للأسرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب النويدرات، 14 من فبراير 2014.